الكائنات الفضائية اجتاحت كوكب الأرض بعد قصفه بالأسلحة الفتاكة، فتدمرت الدول وأبيدت الشعوب، إلا لبنان لم يتأثر بالهجوم الفضائي، فبقي شعبه يشرب الأرجيلة ويسهر ويعلق في عجقة السير. وهذا ما أصاب الكائنات بالجنون، فقررت معرفة سبب فشل سيطرتها على لبنان. يا دين الكوش، هتفش عليك هتفش. فوت بتوقف تتفيش ولا بدق الوليد بيك خلي يفك لك رقتك؟ يا دين الكوش، عم بقلك هتدافش يعني هتدافش. فوت اللي بيجي عم يدافش، وحق الله عم تدافش بمنطقتنا عم لايك ولا وينك؟ هو هي فوقك فوقك. اهلا اهلا برب ربك. ايش عم تقطف عسل؟ عطيني بوسي من هالطوسه. فوت بيرجع بيدافش. باي باي. مية اهلا وسهلا فيك. ما يكون بعتك علينا جبران. بتشرف مية اهلا وسهلا فيك عندنا بلبنان يا مية هلا. بس يا ريتك جيت من اسبوعين لعنا الهون. ليه؟ كانوا عاملين حفلة زجل ايطالي بيندق للنوبة. زجل ايطالي؟ ايه. ومين رئيس الجوقة؟ مين؟ بوتشيلي. بوتشيلي؟ نعم. ايه بوتشيلي. كيف انا ابو فخري؟ ابني الكبير اسمه فخري، هو ابنه الكبير اسمه توفيق، هذاك ابنه تشيلي بعتوا له بوتشيلي. ايه يعني مو توفيق مو فخري مو برايس بوتشيلي. إيه. واجا هو وام تشيلي اجوا سوا. انا القائد ايبو من كوكب نوبيرو. يا اهلا فيك، اهلا يا اهلا بزبو، اهلا اهلا زبو، يا اهلا برب ربك. ليش عم دفش؟ قائد ايبو. ايه قائد ايبو بعرفك انا. انت مش من كوكب زبيرو؟ نوبيرو. 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 انتوا عرفتوا شو صار بالكره الارضيه؟ والله انا بالنسبه لإلي الكره الارضيه بتبلش من هون، نبشري للاشرفيه. هاي هو وعاصمتها معرب. وخلصت الدنيا. الكره الارضيه احترقت، ترمدت، وبيدت كل الشعوب. كلها كلها كلها؟ كلها. وحتى جيراننا كمان؟ وجيرانكم كمان. الله يبشرك بالخير. وجيران جيران جيراننا؟ جيران جيران جيرانكم. مبروك يا ابو توفيق، مبروك. ألف مبروك. هاي خبرية طلبناها من السماء اجت على الأرض. لا، طلبناها من الأرض اجت من السماء. معك حق. كل سكان الأرض ماتوا إلا أنتو، ولا سلاح أثر فيكم. ليه ما متوا؟ كيفك؟ لك معلم زبو. القائد إيبو. روح يا عمي، أنا ما عندي إلا قائد واحد. مين؟ من وين؟ الحكيم؟ عش بدك تاني يحكوا فيا؟ كل الدول اختفت. ايه شوف شو راح يبسط منك سعد الحريري. ليه؟ لأن وفرت عليه 100 مليار دولار دعين للدولة اللبنانية. بلا معلمية ابو فخري، وليد بيك قالنا انه 80% دين داخلي، بعدهم على رقبتنا ما راحوش محل. يا زلمة يا شباب. للبنوكي مش لل هلا انتوا 4 ملايين نسمة وعليكم 100 مليار دولار دين؟ ما نحن بلد العجائب. تصور عملوا جسر جل الديب، خفت العشقة بتركيا. كيف؟ لا بابا بدك كيف؟ اسأل صاحبك جبران. دخلك جبران من عندكم من كوكب هبيرو؟ نوبيرو نوبيرو هبيرو نوبيرو. هيزي قائد قبو إبو. قائد قبو. نعم. ليك شو بتقربك مريم نور؟ مريم مين مريم نور؟ هيزي اللي بتطير بالفضاء. مريم نور مريم نور. ايه يمكن اقرب بعيده ما بعرف. ايه ليك سرمايته شو نظيفه. إيه. سرمايته بتشبه سرمايه السياسيين اللي عندنا، كثير نظيفه. العمله إيه؟ تعرف ليش سرمايه السياسيين عندنا بلبنان نظيفه؟ لا لا
لأنهم عايشين على ظهرنا. كيف يفعل؟ لك شباط انت ويا بقى خلصوني شبطوا. عم ترفع الفرد علينا في قمحه؟ لأنه حق الله نحن عم نخاف. حق سيدة مش بس وقف. مين قال لك ما بنخاف؟ انت بتخاف؟ موضوع ما بيرجع لنا، شيء بيرجع لوليد بيك. إذا وليد بيك قال خافوا منخاف. إذا قال ما بتخافوا اوعى تخافوا، رب ربك ما بيخوفنا. ونحن حق سيدة مش فاتحة منخاف. طول بالك قال لك رح نادي المحققة هيرة لتاخذ منكم معلومات. هيرة؟ هيرة؟ مين هيرة؟ مين هذه هيرة؟ المساعدة تبعي. هيرة عنسة كبيرة. بتبورد هيك هيئتها. يا ريت جيب وحدة شي عنسة قمتي كان أحسن. هيرة هيرة هيرة. هيرة 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 هيرة. مش كده عم بتلمع؟ مش مثل الإخوان بالإصبع. ييس هذه مخلوقة فضائية. خليني دسها أتأكد منها. حاجة دسها. أهلا برب ربك. أهلا برب روب ربك. يا هلا بهيرة يا هلا. إيش مات أنت وياه؟ هيئة عونية. هاي الوترة هاي. إيه رفضية. أنت عونية؟ لا أنا هيرة. وأنا أبو فخري. هيرة ليه تأخرتي؟ غطيت بالمركبة الفضائية، وصل لعند الدراج، طلب مني أوراق معاينة المركبة، ما معي هون، عمل زبط. زبط واحد؟ إيه. شوفي لو غطيتي عندنا هون. زبط رايح زبط جاي. ولحي عصبة بيضة هيرة. إيش؟ حق الله عمي. إيه إذا بتريدوا شو هو مطلبكن؟ نعم. شو هو مطلبكن؟ نحن مبعوثين من قبل الفضائيين اللي عنا. ونحن مبعوثين من قبل السياسيين اللي عنا. يعني اثنيناتنا مبعوثين. إذا بتريدوا، من الذي أمر بحرق كوكب الأرض؟ رئيس مجلس نواب كوكب نوبيرو الحالي. حالي؟ نعم. يعني في سابق. في سابق. انتو كل قديش تعملوا انتخابات رئاسة مجلس نواب عندكم؟ كل 27 يوم ننتخب رئيس مجلس نواب جديد. لكن بعده كل 27 يوم بتنقل رئيس مجلس. ومن كل عقله رئيس مجلس نوابكم تبع 27 يوم جاي يحتل بلد رئيس مجلس نوابه تبع 27 سنة. وعا ابو توفيق اجباري تحترم رئيس مجلس نوابنا يلي امر بالحرب الكونيه. ايه هيك لكن كان لازم يتحققوا مع العونيه. ليه؟ يعني هن بيقولوا عليهم حرب كونيه على طول، عليهم حرب كونيه ما عم بخلوهم يشتغلوا. ابو فخري ايش؟ اسا انا بعرف واحد منهم قال لي مش عم بخلوهم يشتغلوا، مربطين لهم دايون. وتوفيق لحظك حزوره. نعم. بتعرف ليش جبران كل يوم الصبح بياكل تفاحه؟ ليش؟ لانه المثل بيقول وان ابل ا داي كيب دكتور جعجع اواي. هيرة روحي فحصيلهم حراره جسمهم. نحن شعب حرارته عاليه. نحن شعب مهايبر. نحن شعب حامي. نحن شعب مشكلجي عتيل قتلا. يا اهلا يا رب ربك. عايش عايش هيرة. عايش لكن خدي حرارتي بالقوي. لا خدي لي حرارتي انا بالقوي. لا شكي فيي انا هيرة. شكي فيي ايه؟ شكي انا فيي هيرة. كرمال وليد بيك شكي فيي. خلصنا منكم بقى. وحق الله عوني. هاي الوترة هاي النتعة هي هاي منتوعة هاي هاي. بمين بدي شكه بالاول؟ بابو توفيق. لا نحن حلفاء. بعطيك دوري حلفة. لا ولو ما انت ضايف عنا هون يا هلفا. الله يديم ضيافتك. جربوا واعطيني النتيجه. بو فخري هيدا ميزان حراره. هيدا عمود للذوق. هيدا دخين ذوق العاج. بو فخري ايش؟ قرب لعندي. شوف صح الله عوليه هيدي قطعت على الهون. تجيك من فوق. قرب. جاي عشان عم تصارخي. ها جاي. يا ده يا ربي داخلك اشو هي؟ مدو لشوف. هاي بهيرة هاي في 6000 واحد بتمدوا ايديه وجع. يلا يلا مدوا مدوا بفخي. رح اسال لي مدوا تاني. عم بيقولوا لك مدوا مدوا. لك بعد ابو ضفك مدوا انت بالقوي. بفخري ايش؟ مدوا اصبعك خلصني.
اصبع؟ ما قولي هيك من الاول. اي اصبع بدك؟ هيدا. ما بتغيري فكرك؟ لا. حرارته 42. حرارة ابو توفيق كمان 42. عالية كثير الحرارة، غريب. نحن شعب مهيبر مشان هيك. يا عيني يا عيني، شايفين حالكم انكم جايين من الفضاء ومتطورين وبعدكم بتشكوا ميزان الحرارة بالاصبع. ليش انتوا وين بتشكوا؟ بطيز. هيرا روحي افحصي لهم الطاقة الجنسية. هاي هو هاي اترك علي زيق، انت مهذب طعام بليسلك ساتر. انا من الاساس وقت سكت مركبتها حسيتها بدها جسدي. يلا جيت لعندي، ايش بدك يروح؟ بدي افحص لكم مصدر التكاتر بامر من الكوماندان ايبو. ولك يا برد الكوندوم زبو انا. كوماندان ايبو، كوماندان ايبو. ما هيها ما كله مثل بعضه. ايه زيح مش انت بالاول. ابو توفيق؟ عيونه ابو توفيق. انا بتصرفك انا. Je vous en prie, à votre service. شلح لشوف. ما بشلح. ليه؟ لانه اذا شلحت رح يجيني اتصال من عند وليد بيك، رح يقولوا لي يا ابو توفيق عم تشلح بمهرجانات الارز، ليه ما بتشلح بمهرجان بيت الدين؟ نحن ابدا. اذا هيك معك حق. وفخري؟ أيش؟ شلح؟ شلحي أنت بالقوي؟ نعم؟ ما هي هيك بتبلش، أنت بتشلحي أنا بشلح ويلا ويمشي الحيل. عملك شلح؟ لو قلت لك شلحي أنت ورني رام ربك، أيش بدي؟ تشلح ولا شو؟ ولا شو؟ طيب ما تشلح، رح أستعمل نظرات شعاعية. نظرات شعاعية شو يعني؟ تقشع تحت التيب. غريبة هالشغلة. اعطيني سلة. ويلي يا ويلي. اعطيني سلة. اعطيني سلة. يا ويلي. يا ويلي. يا ويلي. ييي. ييي. انهبت المرة. فرجيني فرجيني خليني اشوف انا. لا عندي ما تشوف. انت هيدا زبو، هيدا انا اول ما نزل المركبة ما استنضفته. ليه ما استنضفته؟ هيدا من الجماعة اللي بيمشوا هيك. صايرين كترانين الايام. لاش على الهمبرجل؟ لا على الهوتدوغ. بياكلوا هوتدوغ كتير. شو بعد انت وياه؟ ايش خبروني انتو كيف تتكاتروا؟ نحن عم نعمل مشكل بالضيعه، عم ندق جرس الكنيسه بنتكاتر. كيف بتتكاتروا؟ كيف بتجيبوا اولاد؟ كل هالطول وهالكبر ما بيعرف كيف يجيبوا اولاد؟ ما فيش ثقافه. يا دعان اسمه فين؟ شو اسمه؟ زب. ايبو ايبو. نحن اصلا مش عم نجيب اولاد، نحن عم نتناقص. ايه ونحن لاحقينهم كمان عم نتناقص. اللي عم يتكاتروا ما اجوا لهم. ليه؟ بكونوا عم يتكاتروا. ايه وانتو كيف تتجوزوا؟ نحن كنا كل مين يتجوز عدينه، ولكن حاليا صرنا عم نتزوج مدني. يا ابو فخري كيف يعني زوج مدني؟ يعني مثل الدفاع المدني، بتروح بتطفي الحريقة وبترجع على مركزك. بشو بتطفي الحريقة؟ بالنبريج. النبريج. بتفضي بالنبريج، بتفضي بتفضي، ضيفنا النبريج على الآخر بترجع. قل لي هيك من الأول. ابو فخري. ايش؟ فيكم تفسروا لي أنتم كيف بتجيبوا أولاد؟ هاي عم تتخبر، هيدي شغلة عملية ماشية تقلي. لك ايدك من هون. معقول؟ حق الله عونية. النتعة النتعة هيدي الأساس. بوتوفيق كم ولد عندك؟ 14 ولد. 14 ولد؟ تزوجت كنت طفران، قالوا لي جيب ولد بتجي رزقته معه. جبت أول ولد ما أجتش الرزقة. ثاني وليد ما اجتش الرزقة، 14 وليد ما اجتش الرزقة، طلعوا كلهم مخولين، بعتهم عند وئام وهاب يشتغلوا معه. وبو فخري كم ولد عندك؟ أنا عندي 6 قوات للحكي. كتر خير الله، عندنا مهندس وطبيب. مع عندنا حكيمنا في حكيم واحد. وعندنا انجنيرينج ودروات، دروات يعني محامي يعني.
ايه كلهم كاتر خير هالو والله؟ ايه شو لك؟ وعم يشتغلوا؟ لا مش عم يشتغلوا. شنو جادنا عزو عمال يشتغل عنون. يعني عندك 14 ولد وست اولاد، اسم الله صحتهم مثل الحديد. غريب، مع كل الاسلحه الكيماويه والليزر والاوكسيدات ما تاثروا. ايه نحن عم نتاثر. نحن بشفيعة وليد بيك ما حريش بيقدر علينا. كبينا عليكم أسلحة كربونية بتعتم الدنيا عليكم. ليش نحن عم نشوف الكهرباء بالأول؟ شو فرقيني معنا؟ كبدة تشبع. ضربنا عليكم أسلحة نفايات ريحتها بتموي. نحن عنا جبال نفايات. ليك وين بعده؟ ومعمولين مراكز سياحة، بيجوا بيتصوروا حدهم، بياخذوا معهم سيلفي. فرجيني سنينك هاك. ضربنا على وطنكم إشعاعات بتخليه يختفي عن الوجود. مصطولن مبهول مضروب عليطك، انت بدك تلفوا بلدنا على انتوا ناسي انه لبنان قطعه من السما وما في حدا يقدر يخفيها لانه الله حاميها. معك حق، معك حق يا ابو فخري. نحن في عنا وطن بس ما فيش عنا دوله، وكله بسبب هالسياسيين اللي عنا بلبنان. ايه كل السياسيين والزعماء كلهم 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 مزبوط، كلهم 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 من عدا القوات والحزب التقدم الاشتراكي. ما خلينا صاروخ ما ضربناكم اياه ولا صاروخ اثر فيكم. انتم بتعرفوا تعملوا سوري؟ لك نحن الشعب اللبناني اخترعنا هيدا الصاروخ بثلاث دقايق. هاتي صاروخ؟ ايه شو لكين هاتي؟ حطوا بنيعك. بتمك عيب يا صاروخ. إيه؟ صاروخ شو هيدا؟ نخيه صاروخ شو؟ هادي ها؟ ولعوا؟ ايه اشفوت لجوا؟ ايه لا لا اتركوا جوا! هيدا بيطير ايه؟ هاي بيطيرك هاي بيطير. اشفوت واتركوا لجوا. ايه خليه جوا. يلا اصفروا. هاي ايه كيف حاسس؟ شفت تمتي؟ أش كيف حاسس؟ حس حيلة خفيف. ها معدتي خفيف من الأساس. حس حيلة طاير. هيرا رسيلي يا هيرا رسي كمان طاعب ولا بك. ارقصيلو يا هيرا ارقصيلو، ارقصيلنا ارقصيلو للجماعة دفعين. ما فيش إلا الدكتور جعجع بس معزوم مش دافع. مين قال لك بتكون الست ريدة مدفعته؟ رقصي يا هيرا رقصينا يا هيرا رقصها هيرا. انا عم بامرك الكوندوم زيبو زيبو بارد عادي قول كمان طاعم. طب انا بستحي كتير. بقولك حاجه تصحي هيرا فوتي بقلبي فوتي. حشبكي يا عم باي باي حشبه بو فخري وينك مشتا؟ ما شوفي اختفت المركبة الفضائية. اختفت المركبة الفضائية ولا يهمك رح دقلها سرقوا لكم اياها؟ يا حرام عليك. لايك شنطك معك؟ كيف شفيعتك يا وليد بيك؟ شفر الحليقة وهاي؟ عيب يا أبو طفي. نعم نعم شفر حليقة؟ نعم عم تستعملي؟ نعم نحن بنستعمل. بو فخري بعد شوي تليفون لإلك. عم شد دقيقة. ضروري ضروري. هات لشو يخرب بيتك. ألو إيه بو هجع المركبة عندكم؟ بعرف قد إيه بدكم لتردوها؟ 10,000 دولار؟ لا قل له ما فيش الا 5,000. ما كل عمكم تاخذوا خمسه. خمسه وردها. ما تزعلنا بين الاجانب. يلا لك اتفرطها فرطها يلعن باي باي فرطها نصيب فرطها. يعني انتم مضطرين تعيشوا عندنا هون؟ لا انا ما في عيش ببلد ما فيه بنى تحتيه. لك يقبرني بنى التحتيه والفوقيه والجوفيه. انا ابدا 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 مستحيل 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 ولا باي شكل من الاشكال لنقدر نعيش بهيك بلد. بدكم تكافحوا الفساد، تطهروا الادارات، تصونوا المال العام، وتقتنعوا انكم شعب عايش بدوله قانون ومؤسسات. انت اكيد منك قوات. فخري عيونه لابو فخري. تعرف شو؟ عاش انا حبيتك كثير. وانا كمان. كرمال هيك رح اجي نام عندك الليله. يا عالم يا رب ربي. ايه بس انت عندك ست شباب ولو بنسويهم 12 شوية. بعد بتعرفي بدك تعرفي كيف بيجيبوا اولاد؟ عايت اقول لك كيف بيجيبوا اولاد. وانا وين بنام؟ لا
لك ابو توفيق نزلوا على طرابلس. طيب بالاول راح يضيفوك حلاوه الجبنه. والله طيبين يا معلوم، وبالاخر كمان راح يضيفوك حلاوه الجبنه.